فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة، يقول هل أصلي تحية المسجد حينئذ؟ والله موضع خلاف، هذا موضع خلاف، إن صليت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، لأن هذا تتجاذب الأدلة وفيه خلاف بين العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.